لك يا ابو نواف، صلى الله يبارك فيه يا رب. عبد المصيده اول دعوه له سبب من قريب نشوف عنه. أنا أقدر أخليه يعني بالقاع يعلف لأني خلص وشيله وعادي، ولكن عندي قاعدة على اليد يعلف الطير بإذن الله أنه أضمن بعد رب العالمين، وآمن للطير ويأمن زيادة منه. اروح احاول تقعد معاه ولا يعني تاخذ الامور بس شوي وخلاص. انا ترى
اتكلم ماني يعني ابي ناس تجيني ولا شيء، مكتفي بالله والله عسى الله يزيدنا وياكم فضلا، ولكن ودي نفيد بالشيء اللي للناس يتجه الشيء هذا. الوحش مو تشوفه ما ياكل يعني خلاص، والله يوم شوي والله ما ياكل وناكل يحذفها، ينتشي يحذف. الحين فضل رب العالمين شوف وبعطيه رجل بس، رجل فريه بس هذا. ليه ثاني يوم؟ عشان باذن الله غصب عنا يعطي وجهه. عسى الله يوفقنا وياكم شو بيصير. أنا أقدر أستعجل عليه وأقطع بوض ونقزه، ولكن كثر ما تقدر تخلي الوحش يتغمر عليك بإذن الله تطلع بنتيجة طيبة. لا تستعجل، هذا شوف الحين صابك فرية وما راح تخليه ياكل، بس اللحم حتى العظام يعني ما أخليه. توك صار له عظم خفيف ولكن ما أكل بإذن الله. الحين هذا ليه ثاني يوم بإذن الله، كل ما نزل الطير ولكن عاد مو تخفز فيه حي. نزل عاد راحة عاد راحة لين يعطيك وجهه بعدين رفعه تدريج والأمور طيبة. يعظم هم ما عرفت.